شوفي مين على الباب يا أمو شريفة. يا ميت أهلين وسهلين بيك عصام. كيفك يا شريفة؟ أم حاتم هون؟ وين بدي روح يعني من على بكرة الصبح؟ تفضلي تفضلي فوتي سعاد خانو. يا ميت أهلا وسهلا. شلون العريس؟ بيبوس إيدك. يا مو شريفة شوفي أخوكي إذا جوعان طعمي. حاضر يا مو. عصام مالك على بعضك؟ خير شبكي؟ والله مالي عرفانة شو بدي أعمل يا محد. تربطت إيدي، ما كنت مصدق إمتى يرجع الرجال وهيك فجأة يطير من بين إيدي. والله مالي عرفانة شو بدي أعمل. قلبي عم يحترق حرق، ما حدا حاسس فيني. طولي بالك أم عصام، طولي بالك لك أختي. الله سبحانه وتعالى بده يجربنا ولازم ما نقنط من رحمته. هسه حوالي رح اختني يا محمد، الناس مفكرتني قوية وجبارة، بس انا عم بتقطع من جوا، عم بتنتف، جاي على بالي اقتلها خناقة نتفها. لا هيك ما بيجوز لك حبيبتي، ما بيجوز. اوعك تتسرعي او تغلطي، الله سبحانه بيمتحن البشر والناس لازم تآمن وتسلم. وصدقيني الله ما بينسى حدا من رحمته، دخيل اسمه الرب. بعدين شو هالحكي اللي عم تحكي لك سعاد؟ شو تقتليها وتنتفيها لك اختي؟ نحن ما ربينا هيك ابدا، انت بنت اصل واهلك ما علموكي هيك. ارجعي لاصلك لك اختي، خلي راسك مرفوع. نحن اهلنا ربونا على الغالي، وانت سعاد خانم على سن ورمح. طلعي فيي لشو؟ حطي عينك بعيني. شو نسيتي انك سعاد اللي ما حدا بياخد مطرحة او مكانة؟ سعاد اللي معبية الحارة كلها؟ سعاد حبيبتي قضاء الله وقدره دائما كبير، ونحن لازم نقبل ونسلم ونحمد الله عند كل محنة، ونوثق انه بعد كل محنة في فرج ان شاء الله. طلعي فيي وفكري منيح يا سعاد، هاي المرة رح تصير خالة ولادك وانتي بتحبيه لأبو عصام، مشان هيك لازم تكبري على الموضوع كله وتحطيهم كلهم تحت جناحك ورحمتك، مشان تحفظي قيمتك ومكانتك. وكلي الله يا سعاد، وكلي الله. يعني ما خلصت الدنيا إذا تجوز أبو عصام؟ إيه ما خلصت الدنيا. شو بدي أعمل يا بحاتي؟ شو بدي أعمل؟ اللي عملتيه أحسن شي مشان تحافظي على بيتك ومملكتك، ومشان ما تبعدي عن أبو عصام جيبيها تعيش معك. تعيش معي؟ إيه، مو أحسن من الشنطة أو تطلبي جوزك ما تلاقيه قدامك؟ يا سعاد هيك الله قدر وكتب، وإذا بتفلت الأمور من بين إيديكي رح تعيشي بدوامة إلها أول وما إلها آخر. فأحسن شي إنك تلمي الشمل وتكبسي على الجرح ملح، ويكون كل شي تحت عينك وبإشرافك. خليكي قوية وأوعك تعملي عي أو تبيني على حالك إنك ضعفتي، وجوزك مرجوعه إليك ولبيتك ولولاده، وعمليها للمخلوقة كأنها بنت من بناتك. وأبو عصام رجال معدل وبيفهم ورح يقدر لك كل شي عم تعمل.